وبدأ كتشوف إذا حزب الله فعليا عنده مشكل إنه يكون هيدا الحكم بالبلد بهاي الفترة بفترة الفراغ أو لا، أنا ما بعرف، بدنا نسأله. يعني أن يكون نجيب ميقاتي بحكومته هو من يتسلم الأمور، لا مشكلة لحزب الله، بس قد يكون أنا ما بعرف. إذا اعتبرنا يعني أنه أنا عم قد بسألك يكون إذا هاي أولوياته أو لا، أنا ما بعرف. إذا اعتبرنا أنه قد يكون هيدا من طعنة للتيار الوطني الحر يلي يخوض معركة أساسية بهذه المرحلة، هي معركة الحقوق والصلاحيات. التيار الوطن الحر عم بيخوض معركة من 6 سنين لليوم، هي منا بس اليوم معركة بس الصلاحيات. تجلت أكثر اليوم، يعني إذا حزب الله لم يقف إلى جانب التيار بهذه المعركة، متى يقف إلى جانبه؟ حزب الله وقف إلى جانب التيار بأمور أخرى، ولكن بموضوع مكافحة الفساد نحن كلنا بنعرف أنه هو ما وقف معه، هيدي مش للنقاش يعني. وهي ردا على اللي بيعتبر أنه حزب الله والتيار الوطن الحر هن واحد، وهن قال الدكتور سمير جعجع بانه هو وديعته يمكن، او قال انه التيار الوطني الحر هو وديعة حزب الله. نعم، ولكن حيرنا، يعني مره بيكون التيار هو وديعة الحزب ومره الحزب وديعة التيار، وكل مره عم بيقولها بطريقه الدكتور سمير جعجع. بس هاي ردا، حزب الله والتيار الوطني الحر بولا نهار كانوا واحد، بولا نهار التيار كان عند الحزب او الحزب كان عند التيار. حجم العلاقه هي تحالف، وأوضح من هيك يعني تنروح للتفصيل، حزب الله عنده كتير حلفاء طبيعيين. نحن ليش بولا نهار شفنا ورقة تفاهم بين حزب الله وحركة أمل، بين حزب الله والحزب القومي السوري؟ لأنه حلفاء طبيعيين لإله موجودين وهم كثر، ولكن ورقة التفاهم صارت فقط مع التيار الوطني الحر لسبب، لأن التيار الوطني الحر وحزب الله منن مثل بعض، هن حلفاء. ليش حلفاء؟ لأنه اتفقوا على مشاريع وطنية مشتركة، اتفقوا على رؤية للأمام لمستقبل لبنان، اتفقوا على مكافحة الفساد اللي لليوم الحزب عنده، حسب ما بيقول الحزب انه هو عنده ظروف لما راح مع التيار الوطني الحر. ولكن حتى هاي النقطة اللي ما تمت عملت مشكل بالعلاقة بين حزب الله والتيار، إذا هن فعليا واحد ما كان صار في مشكل على هيدا التفصيل. هيدا واحد. اثنين، المشترك الوطني اللي صار بين التيار الوطني الحر وحزب الله اللي ادى لتفاهم، تيار جرب يفتش عليه مع كل الاحزاب الموجوده بلبنان بكل التسويات اللي قام فيها، نعم، سواء مع سعد الحريري او مع القوات أو اللبنانيه او مع القوات اللبنانيه. ونحن شو ذنبنا اذا التيار الوطني الحر مش عم بيلاقي عندهم ولا مشروع وطني يقدر يتفق معهم عليه؟ شو ذنبنا؟ صار هو والحزب واحد؟ لا، التيار يبحث عن مشروع وطني مع اي حدا بلبنان تيتفق معه، مين ما كان، قد ما كان في عداء بين التيار الوطني الحر واي حزب اخر، اذا بيلاقي مشروع وطني واحد بتتم ورقه التفاهم او شو ما بدك سميها، ولكن مش عم بيلاقي. صفاء اسمحي لي، هلا مع حزب الله لقى ورقة تفاهم وطني، يعني نعم، لقى وطنيات مع حزب الله، مشتركات وطنية مع الحزب، نعم. يعني إذا كانت قضية التيار الوطني الحر الأساسية هي مكافحة الفساد وبناء الدولة، بيبني دولة مع حزب الله يلي ما وقف حده بمكافحة الفساد الأساس؟ مكافحة الفساد هي أحد البنود اللي عمل مشكل، وما راح التيار الوطني الحر لتطوير الورقة إلا من وراء نقطة مكافحة الفساد اللي هي كانت عائق أساسي بالنسبة لها. شو 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 باستراتيجية كما قال الرئيس عون، طبعا في اتفاق بين حزب الله والتيار، أوكي، الاستراتيجية هي شيء بالواقع الأمور الداخلية. جورج، استراتيجية هي شيء، يعني الهدف الوطني الأساسي اللي أنت تحمي لبنان لوجود لبنان. يعني إذا أنا بدي أروح هلأ على الترسيم اللي صار، الانجاز انا بالنسبه لإلي الفعلي هو للرئيس عون لسبب، لانه ما تم الترسيم قبل الرئيس ميشيل عون، ولانه كان في كثير مشاكل وعقبات اللي قدر يعمل هيدا البالانس اللي صار بلبنان هو الرئيس ميشيل عون، فنحن رحنا للترسيم. هلا بيزعل الرئيس نبيه بري، ولكن حزب الله كان على الحدود موجود تا يعمل لك التكامل تا انت تقدر تروح لهذا الانجاز الوطني اللي هو للبنان واللي هو لنا ولمستقبلنا ولاقتصاد لبنان. بس ما لا يدرك حزب الله انه هذا الانجاز الوطني اللي صار لمستقبل اولادنا ما ممكن انه يستثمر فيه اذا ما صار في اصلاح بالدوله اللبنانيه بكل مؤسساتها واركان هذه الدوله اللبنانيه. هيدي النقطه الاساسيه اليوم، حققنا الانجاز، بس الانجاز ما فينا نستثمره اذا ما كان عندنا دوله سليمه ببنيتها. هاي النقطه بدنا نسال حزب الله، هل ما زال الوزير سليمان فرنجي مرشحهم؟
هل بيأمنوا بأنه المرشح للرئاسة الجديدة اللي لازم يكون تيقدروا يستثمروا هذا الإنجاز بده يكون مرشح عنده مشروع مكافحة فساد بشكل واضح؟ هل بيأمنوا أنه لازم يكون بهاي المواصفات يوصل على رئاسة الجمهورية؟ هذا السؤال نحن بدنا نسألهم إياه، ما فينا نحكم اليوم، بدنا نضبط. شو يعني أنا عم بتقولي لي أنه سليمان فرنجي هو فاسد؟ أنا ما قلت فاسد، ولكن يعني من يدعم حزب الله لرئاسة هو ما أعلن بعد دعم مباشر. نعم. هو فاسد؟ أنا ما قلت فاسد، ولكن قلت غير منه صاحب مشروع، منه صاحب مشروع بيتناسب مع المشروع اللي مشي فيه ست سنين الرئيس ميشيل عون. يعني فليدعم حزب الله جبران باسيل تيكمل المشروع، هيدا اللي بدها تقوله صفا. أنا ما قلت بالاسم جبران باسيل، أنا قلت بالمواصفات. بالمواصفات فليدعم حزب الله جبران باسيل. مواصفات جبران باسيل، نعم. طب تنرجع لموضوع الحكومة، طب بنرجع بنفصل كل يعني إذا بدي أقول لك، إذا بدي أحكي عن المواصفات ورئيس الجمهورية، نحن اليوم ما فينا نحكي بأسماء، نحن بدنا نحكي بمواصفات، لأنه اللي نحن وصلنا له بعد ست سنين واضح جدا، في إنجازات بالعهد لازم تتكمل، في يعني الطريقة اللي تعاطوا فيها بعض اللبنانية مع العهد بتفرجي بأنه أنت في محل، أنت من جوا منك مأمن البلد، يعني أنت قبل برا بدك تأمن جوا. في مواصفات معينة للرئيس بدها تكون، اللي هي علاقات جيدة مع الغرب، علاقات جيدة مع الدول العربية، قادر يعمل توازنات، قادر يحكي مع الكل بلبنان، قادر يكون غير مستفز لحزب الله، وبذات الوقت قادر يحمل مشروع اقتصادي، قادر يحمل مشروع للبنان، وقادر يحمل مشروع مكافحة فساد. عم تحكي أكيد عن جبران باسيل؟ ما فهمت. هل يعني اكيد يعني بهالمواصفات اللي تفضلت فيها على الوزير باسيل؟ طبعا الوزير باسيل لا يستفز الداخل ولا يستفز الخارج، وقادر يكون نقطه وصل بين اللبنانيين، وما عنده مشكله مع لا في جورج. يعني عم تحكي عن اخر كم سنه ولا بدك ذكرك لما كان الوزير باسيل وزير الخارجيه بلبنان؟ بدك ذكرك شو صار لما كان وزير خارجيه؟ بس انا عم بحكي بالسنوات الاخيره، حتى وقت كان وزير خارجيه كان في امتعاض من سعد الحريري على انه جبران باسيل لا ينقل وجهة نظر لبنان، إنما وجهة نظر فريق. الدمى الموجودة بلبنان شو بتتصرف بحقبات معينة، نحن ما بهمنا. أنا ما بهمني شو بيطلع حدا، شو بيعطينه يطلع يحكي على التيفي، أو شو الحملة الإعلامية اللي هلأ موجهة أو اليوم موجهة شو بدها تقول. سمير جعجع لما راح قال، الدكتور سمير جعجع لما راح قال يعني عنده امتعاض اليوم من جمهور التيار لسبب، ومن التيار الوطني الحر، لأنه هو شو مفكر؟ مفكر بانه هو كان الاداة بالسنوات الماضيه، وهو اشتغل على مشروع اللي فشل بكل شيء. السفاره السعوديه تقول بانه سمير جعجع فشل بانه يقدر يعمل اي انجاز بالشارع السني، وهو ما له عاز، يعني ما بقى رح يستعملوه. ما بقى رح يستعملوه بالشارع السني تحديدا. لا عم تنط من موضوع لموضوع. لا لا هاي لكفيلك يعني تفضلي بس بدي ارجع افوت معك بدي افصل الاشياء. بس لكفيلك الفكره. اذا الدكتور سمير جعجع كان يتوقع بانه يعني كل شيء يصير عنده، يجوا يطلعوا لعنده يتناقشوا معه بمواضيع البلد وبالخيارات الاستراتيجيه، بما انه هو اللي كان عم بينفذ التعليمات. وين صار النقاش؟ مين عمل ترسيم الحدود؟ مع مين صار الاتفاق؟ مع الدكتور سمير جعجع؟ لا. اذا انا ما بهمني شو بيروجوا، ما بهمني اعلامهم شو بيقول، ما بهمني هن مين بيشتموا، انا بهمني الوقائع. نعم هيدا الفريق هو اللي قادر على انه يعمل تسويات، هو اللي قادر على انه يراعي مصلحه لبنان ويوازن بين الشرق وبين الغرب، ويعمل علاقات جيده مع الدول العربيه، ويعمل علاقات جيده مع الغرب ايضا.